دروك ان شاء الله قبل ما ندخلو في لا كونفيرسيون ليبر اي فورسي، دروك نشوفو حاجه على الخطره اللي فاتت، نشوفو ان رمارك. الريجيم ترانزيتوار اللي درناه اون رمارك غير على لو نومبر دو فوري صحيح، لو نومبر دو فوري فوري اف 0 ايغال الفا تي سور ال او كاري، الفا تي سور ال او كاري صحيح. اف 0 هو لو نومبر دو فوري، نومبر دو فوري هذا هو هاي. والالفا الفا سي لا ديفيزيفيتي تيرميك، لا ديفيزيفيتي تيرميك تيرميك كيما ترانسفير دو ماتيير تقرو دي ابي اللي هو لا ديفيزيفيتي، مي هادي الفا سي لا ديفيزيفيتي تيرميك صحيح. الفا هذا عنده قانون تاعه، الفا ايغال هو ك سيغ رو سي بي، لا كونديكتيفيتي تيرميك سيغ رو سي بي صحيح. رو سي لا ماس فوليميك صحيح، هادي صحيح. الفا سي لا ديفيزيفيتي تيرميك هادي هي. دروك غادي ندخلو في حاجة جديدة اللي هي لو ترونسفير دو شاليغ باغ كونفيكسيون، اي كونفيكسيون كونفيكسيون. في لا كونفيكسيون شنو عندي؟ عندي زوج صوالح، عندي سوا لا كونفيكسيون، لا كونفيكسيون ليبر ليبر ولا نقولوا له ناتوريل، ناتوريل ولا عندنا لا كونفيكسيون فورسي. هنا غادي نفرقوا بيناتهم، ما نديرو لا تعريفات لا والو، هنا غادي نديرو نشوفو هنايا وينتا كيش نعرفو بلي عندنا اسكو كونفيكسيون ليبر اسكو عندنا كونفيكسيون فورسي صحيح. وينتا في الليبر ما كان والو، تشوف في ليكزارسيس كي تقراه ما تصيب والو، مي في الفورسي شا تصيب؟ سوا تصيب سوا لو دي بي، لو دي بي هاي ولا تصيب لا فيتيس، لا فيتيس هاي يعطيك لو دي بي وهنا يعطيك لا فيتيس، مي هنا ما يعطيك والو صاي، هنا ما يعطيك والو، ما يعطيك لا فيتيس لا لو دي بي صاي. كيما يعطيني لا فيتيس لا لو دي بي نعرف بلي راني في لا كونفيكسيون ليبر اي ناتورال، مي اذا عطاني لو دي بي ولا عطاني لا فيتيس معناتها نعرف بلي راني في لا كونفيكسيون فورسي. دروك نشوفو لي لوا اي لي نومبر ا ديمونسيونيل اللي نستعملوهم في لا كونفيكسيون ليبر اي فورسي. غادي نشوفو كاع لي لوا دونك لي نومبر، لي نومبر ا ديمونسيونيل هادو هنايا لي نومبر ا ديمونسيونيل هادو كيفاش؟ معناتها هادو الاعداد ما عندهمش وحدات صحيح، ما عندهمش بعد صحيح. هادو علاش يخرجوهم؟ هادو كي يكون عندنا بار اكزومبل يكون عندنا حاجه نحسبوها وتكون تكون عندها قيمه ولا يكون عندها قانون كبير بزاف طويل بزاف والوحده تاعها طويله بزاف، نخرجوا هادو لي نومبر ا ديمونسيونيل هادو نعوضوهم بهم، نفرضوهم بهم صحيح، نفرضوهم بهم باش نختصروا هادو، نختصروا الكتابه ونختصروا الوحدات على بها نخرجوهم بدون وحده. اول حاجه اللي نشوفوها في لي نومبر ا ديمونسيونيل نشوفوا لو نومبر دو رينولدز، le nombre de Reynolds. هاي اللي نرمزو له بال ار او، هذا هو القانون تاعه هو ار او
RE égale UD sur mu. UD sur mu. Ça y est, UD sur mu. Adel U, c'est le débit massique spécifique. Ça y est. Mais, donc je vous. عندها هذا القانون وش عندها عندها قانون واحد اخر اللي هو رو في دي رو في دي سور مي هاد هذا لو دي بي ماسيك دي بي ماسيك صحيح في بلاصه لا ماس لا ماس هي شغل رو فابي العبيه عوضتها رو فابي صحيح مي القانون اللي غادي نستعملوه توجور 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 القانون اللي نستعملوه هذا صحيح هذا ما نحتاجوش شغل غير كتبته باش تعرفوه صحيح هذا اللي غادي نولوا نخدموا به رو في دي سور مي صحيح طيب غادي نكتب هنايا لا رو نعرفوها بلي لا ماس فوليميك في سي لا فيتيس موين و دي سي دي هو لو ديامتر طيب ولا نقول له ديمونسيون كاركتيريستيك صحيح والمي سي لا فيسكوزيتي صحيح مي كما نعرفوها بلي لا فيسكوزيتي ديناميك صحيح هذه هي هذه هي قلنا دي او هذه هو لو ديبي ماسيك سبيسيفيك صحيح هذه هي مي غادي نولو نستعملو توجور هذه صحيح نشوفو لو دوزيام نشوفو لو نومبر نومبر دو برود هذا سموه بي ار لو نومبر دو برود هادو نولو نستعملوهم هادو بي ار égale mu cp sur k. Ça y est. Cp, c'est la capacité thermique massique du fluide. Ça y est. Ou le... On va dire qu'il y a des choses. Ça y est. On va dire qu'il y a des choses. Ça y est, cp. Ou le... Mu, c'est la viscosité. Ou k, c'est la conductivité thermique. On va dire qu'il faut... البي ار تاع الار الار في الار من يكون عندنا البي ار من تكون القيمه تاعه تقريبا 0.7 معناتها نعرفوا بلي راه في الار صافي كي نشوفوا البي ار بلي القيمه التقريبيه تاعه هي 0.7 صافي كي نحسبوه نعرفوا بلي تاع الار صافي نتاع الويل تاع الويل هي بي ار نسيبوه ايغال 10 بويسونس 2 حتى 10 بويسونس 7 10 بويسونس 7 هذه هي تاع الزيت مي لي ميتو لي ميتو ليكيد لي ميتو ليكيد البي ار نسيبوه ايغال من 10 بويسونس موان 3 حتى ل 10 بويسونس موان 2 هاي 10 بويسونس موان 3 حتى ل 10 بويسونس موان 2 نعرفوه بلي الميتو راه نعرفو بلي رانا في الميتو ليكيد صحيح دروك تروازيام نشوفو لو نومبر دو نيوسيت نومبر de nucette. NU. C'est très important. Je vais rajouter H. C'est le coefficient de convective. NU égale HD sur K. Qui maintenant me rend dire HD ou rend dire TNI? هنا ندير الميو دي وكل شيء هادي في الغينو دي وكل شيء الا كان عندنا اون بلاك تما تولي هنا تولي ال ما توليش دي صاي على حساب هنا دي قلت الديامتر بالنسبه للسفير ولا سيلندر مي الا كان عندي بلاك بلاك ما عندهاش ديامتر ما عندهاش قطر عندها لا لونغور هنا تولي ال صاي هادي هي لازم نعرفوها هيا دروك دروك نشوفوا لو نومبر دو غراشوف le nombre de Grashof
هذا هو نرمزوا له هكا جي ار، اي هذه هي لنوفو دو كاشور. ثم هنا غادي تولي لنا جي ار نوفو دو كاشور ايغال رو كاري اي فوا جي سي لا غرافيتي فوا بيتا. دوك نشوفو هذا بيتا شوالا فوا بيتا فوا تي بي موان تي فيلم تي فيلم فوا دي كا دي بويسونس 3 سيغ ميو كاري. هادي هي هاي دروك ونشوفوا باللي بيتا شحال يساوي. هاد بيتا ثاني عنده قانون تاعه بيتا نعرفوه قبل هو لو كوفيسيون دو لا ديلاتاسيون تيرميك. كوفيسيون دو لا ديلاتاسيون تيرميك القانون تاعه هو بيتا ايغال ان سور تي بي موان تي فيلم تي فيلم فوا رو زيرو موان رو رو فيلم رو فيلم سور رو زيرو. اي هذا القانون تاعه ونجمو نقولو باللي بيتا ايغال القانون تاعه الزاوج اللي نستعملوه ان سور تي. صحيح ان سور تي هذا هو القانون الزاوج تاعه. هذه هنا توجور تي فيلم تي فيلم هاي هذه هي هنا ولا تي فين هذا تي فين القانون تاعها هو تي بي بلس تي ار هو الفلويد تاع الباروا مع تاع الاير باردو. هاي هذه هي اسمها لا تمبيراتور ديكيليبر. هاي هذه هي لا تمبيراتور ديكيليبر دو فلويد رو رو زيرو اي رو سات سي لا ماس فوليميك ATP اي تي فيلم. هاي وكما قلنا الجي هي لا جرافيتي هي لاكسيليراسيون ا لا بيزونتور 9.81 متر بار سكوند كاري. هذه هي هادو هما القوانين اللي نستعملوهم في لا كونفيكسيون ليبر اي لا كونفيكسيون فورسي. هادو هما